اتفضلي يا ماما نجوى، طبق الكحك بتاع كل سنة. تسلم ايديك يا نانسي، بس ايه مالك ربط راسك ليه وربطها بالفوطة كده ليه؟ كله من طنفت العيد يا ماما نجوى. محمود جوز نانسي كان نايم في أمان الله، وفجأة لقى صوت تكسير وخبط ورزع. قال ايه ده؟ ايه اللي تزق دي؟ معقولة الجيران بتكسر بلاط يوم الوقفة وعلى الصبح كده؟ لسه بيقوم من السرير وخارج لهم، لقى الصوت عمال يقرب يقرب لحد ما لقى انهم مش الجيران، لا دي نانسي مراته شخصيا بتنفض السجاجيد. قال لها مش معقول، مش معقول كده يا نانسي، نفسي انام ساعتين على بعض. قالت له اعمل لك ايه يعني، تنفيط العيد بقى لازم تبتدي من بدري بدري عشان الحق اخلص. محمود قال لها خلاص، بينها ما فيهاش نوم، ولسه بيدخل الحمام يرش وشه بشوية مية، لقى نانسي بتصرخ وبتنده عليه. طلع جري من الحمام لها متشعلقة في النجفة. قال لها ايه ده، هو ده وقت هزار يا نانسي؟ انا اتخضيت افتكرت فيه حاجة، انت بتهزري؟ لسه بيسيبها وراجع للحمام، قالت انت رايح فين؟ انا ما بهزرش، انا كنت بلمع النجفة والكرسي وقع واتشعلقت فيها، نزلني نزلني والنبي يا حبيبي مش عارفة انزل. نزلها وهو بيقول لها وهو حبك تنظفي النجفة من فوق. قالت له آه دي تنفيط العيد، وإيدك معايا بقى ننفض المروحة بتاعت السقف من فوق برضو. قال لها وحنعمل اللفة بخمسة جنيه؟ قالت له لفة إيه؟ قال لها هو مش برضو إحنا هنقعد الضيوف على ريش المروحة ونشغلها مرجحة؟ قالت له هو أنت بتستظرف؟ خلاص مش عايزة منك حاجة. قال لها يا حبيبتي أنا ما بتريقش ومش بستظرف، بس أنا عندي سؤال، هو أنت مش متفقة مع الست اللي بتيجي تنظف معاك البيت تيجي النهاردة؟ قالت له آه، بس الست تيجي تلاقي البيت مكركب تلاقيه بالشكل ده تقول عليا إيه؟ محمود مسك دماغه وقال لها لا، واضح أنك لسعتي على الآخر، أنا حروح أقعد في البلكونة أشم شوية هوا. فتح محمود شيش البلكونة وقال الله الجو جميل والشمس دافية، ولسه بيدخل راح واقع متدحرج على الأرض. جت جري عليه ايه ده، معلش يا محمود نسيت أقولك تاخد بالك أصلي لسه مسيقاها. أم محمود وهو ماسك عمود الفقري وبيقول لها والله ما أنا قاعد لك في البيت أفطر بس وانزل. دخل محمود المطبخ الأم كركب وكل حاجة في حتة. قال لها في ايه، ايه المطبخ ماله عامل كده؟ قالت له معلش يا حبيبي أصلي بغسل التلاجة عشان تنفيط العيد. قال لها طبعا ما الضيوف هيجوا يقعدوا على الرفوف، أقولك حاجة أنا هنزل من غير فطار. قالت له طب ما تتأخرش مع أصحابك عشان نسهر سوا، دي ليلة العيد بقى يا حبيبي. محمود فضل طول اليوم مع أصحابه وأخيرا رجع، وأول ما نانسي شافته قالت له حمد لله على كل سنة وانت قال لها في ايه يا نانسي، انا كنت سايبك زي الفل، لحق جالك دور برد امتى؟ قالت له لا ده مش برد، ده انا جالي حساسية تراب والمنظفات. قال لها طب يلا حضري نفسك يا حبيبتي عشان نسهر نتفرج على فيلم ولا حاجة. قالت له لا فيلم ايه، انا عايزة انام، ظهري اتكسر من تنظيف السجاجيد. قال لها طيب يا حلوة تصبح على ألف خير، أنا بس سيب لك البيت ورجع لأصحابي تاني سهرة سعيدة. قلت لنانسي تنفيط العيد حاجة كويسة والله، بس بلاش نأفور فيها قوي كده عشان ما نفضلش رقدين بعدها، مهم زي ما البيت يبقى نظيف ورايق إحنا كمان نبقى رايقين ومزاجنا رايق عشان نعرف نحس بالعيد ونعيد. عموماً حصل خير بقى.